تقع تنمل على بعد 100 كيلومتر جنوب شرق مدينة مراكش على الطريق المؤدية إلى تارودانت عبر ممر تيزينتاست، وتنتشر أطلالها على الضفة اليسرى لوادي فيس وسط جبال الأطلس الكبير على علو يناهز 1230 متر. لا زال الموقع والمسجد والقرية الحالية يحملون الاسم القديم تنمل. مع بداية القرن الثاني عشر الميلادي ظهرت في أعالي جبال الأطلس حركة دينية إصلاحية توحيدية تزعمها المهدي بن تومرت الذي نصب زعيما روحيا للموحدين عام 1521 للميلاد. وقد أمر بعد مرور 4 سنوات على حكمه ببناء مدينة تنمل وجعلها عاصمة له وقاعدة عسكرية لجيوشه. بعد وفاته وتخليدا لذكراه أمر خلفه عبد المؤمن بن علي الجومي في سنة 1153 للميلاد ببناء مسجد تنمل، وتحول الموقع على إثر ذلك إلى مقبرة ملكية للخلفاء الموحدين. خلال العصر المريني تعرضت المدينة للهدم والتخريب من طرف الجنود المرينيين، ولم يستثنى من ذلك إلا المسجد الذي أصبح يشكل معلمة مهمة يعتبرها السكان مزارا مقدسا، كما أنها الآن قبلة للعديد من الزوار من مختلف أنحاء المعمور. المسجد الآن في حالة جيدة لأنه رمم بشكل يليق بمعلمة كبيرة لها دلالاتها التاريخية والفنية المعمارية كمدرسة مغربية في فن المعمار.